في محاولة لإحياء شعلة العود في بلده، يعود الموسيقي العالمي نصير شما إلى العراق بعد غياب طويل لإطلاق حفلين موسيقيين في المسرح الوطني ببغداد، يعيد فيهما الروح إلى البلد الذي أطاحت به عقود من الصراع. أنت تعلم أنه دائما عندما تكون في بلدك، في منزلك، فإنك تشعر بمشاعر جياشة تجاه جمهورك. الآن نحاول العزف مرة أخرى بآلة عراقية لها رمزيتها، السنتور على سبيل المثال. كل آلة من الآلات تعود لألفي سنة قبل الميلاد. إنها آلة تاريخية وصوتها مميز جدا. الموسيقى العراقية التي انطفأ وميضها لسنين تأتي أوتار شما لتحيي فيهما حفلين لأول مرة في العراق، ترافقه أوركسترا مكونة من آلات موسيقية عراقية لابتداع أجمل الإيقاعات والألحان. نأمل أن تغير الموسيقى دواخل الإنسان إلى الأجمل. الآن نحن بحاجة إلى إنهاء كل الماضي السيء وبدء حياة جديدة بذاكرة جديدة ورؤية جديدة للمستقبل. ولا يكتمل التخت الشرقي من دون الدف والطبلة ليرافق الإيقاع بانسجام لا مثيل له، أوتار العود الاثني عشر في ابتداع أجمل مقامات الموسيقى الشرقية.